خبرين بفيك نيوز الليلة، وخبرنا الأول من لبنان حيث عنونت صحيفة النهار الإقفال الرابع تخبط الدولة الفاشلة. بتقول النهار عن قرار الإقفال التام في لبنان بعد اجتماعات للحكومة لحكومة تصريف الأعمال وبقية الأجهزة الأمنية والصحية والإدارية. بتقول استهلك القرار الذي وصلت إليه الحكومة نحو 9 ساعات من المماحكات والتجاذبات وعروض التباينات في عز بلوغ العاصفة الوبائية ذروتها. 9 ساعات للوصول لقرار بالإقفال التام، رغم أنه في معدل 2000 إصابة يومية وحوالي 15 وفاة. 9 ساعات عم تتناقشوا شو؟ ب9 ساعات بيكون دوبل عدد الإصابات قبل ما توصلوا للقرار. خبرنا الثاني من إيران. أعلنت إيران مسؤوليتها في احتجاز ناقلة نفط ومشتقات كيميائية تابعة لدولة كوريا في الخليج العربي، واستولت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل أكثر من 7000 لتر من مادة الإيثانول بدعوى انتهاكها قوانين الملاحة وتلويث المياه. عن جد كل الاحترام والإجلال لإيران. بعز مشاكل إيران الكبيرة الاقتصادية والصحية والأمنية، بعد عندها وقت للبيئة. وقفوا السفينة الكورية الجنوبية لحماية الشعب المرجانية وأطفال الدلافين بمياه الخليج.